فترات عظيمة بيعيشها جمهور النادي الأهلي في كل مكان خلال هذه المدة الزمنية من موسم كروي شاق جدا وصعب جدا. الفوز بالبطولة الثالثة خلال هذا الموسم مع مارسيل كولر، اثنين سوبر على الزمالك وعلى بيراميدز، كاس مصر على حساب بيراميدز، وأمام الأهلي موقعتين مهمين جدا خلال الفترة اللي جاية، دوري أبطال إفريقيا ثم الدوري العام. من خلال برنامج في كتفك يا أهلي وعبر منصتي يلا كورة وجي ال سي سبورتس عبر الفيسبوك، بالتأكيد بنقول لكل جماهير النادي الأهلي ألف مبروك على هذه الانتصارات الكبيرة في الفترة الحالية. والنهاردة من خلال هذه الحلقة هنناقش كل كبيرة وصغيرة متعلقة بمباراة الأهلي وبيراميدز. في البداية برحب بالتأكيد بزميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. كريم مساء الفل وألف مبروك البداية. مساء الخير يا محمد، مساء الخير لكل متابعي برنامج في كتفك يا أهلي، وألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي الفوز بالبطولة الثالثة هذا الموسم على حساب نادي بيراميدز، بفوز ببطولة كاس السوبر لموسم 2022-2023. بقى مهم ان احنا نقول الموسم، لان يعني الناس بقت متلخبطه يا عيني ما فهمش هقول لك ايه، تقول لعبت اثنين سوبر في نفس الموسم. ايوه، النادي الاهلي السنه دي يا محمد لعب ماتشين سوبر، لعب ماتش السوبر لموسم 2021-2022 ضد نادي الزمالك اللي كان في الامارات، والنادي الاهلي كسب 2-0، والنهارده بيكسب برده بيراميدز في الامارات بعد اعتذار نادي الزمالك عن المشاركه في المباراه. طبعا اكيد الانتصار ده مهم جدا 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 قبل الموقعه الكبرى والحاسمه امام الترجي التونسي في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا. طيب نبدا مع بعض من البدايه والحكايه. الزمالك هيلعب؟ لا مش هيلعب، بيراميدز اللي جاي، وبيراميدز جه ولعب المباراه، وتعتبر المباراة دي يا كريم من أقوى مباريات السوبر اللي اتلعبت في 20 مسابقة على مدار هذه المسابقة. طبعا مباراة كانت صعبة جدا، وأعتقد كمان مستوى واضح إن احنا شفنا مستوى متقارب لغاية نهاية الوقت الأصلي واحتكام الفريقين لوقت بدل ضايع. شفنا مباراة تكتيكية فنية ما بين باتشيكو وما بين كولر، طبعا لسه الاتنين ملعبين بعض في فاينل كاس في مدة أقل تقريبا من شهر وبيلعبوا، وطبعا في فقرة تكتيكية في البرنامج النهاردة هنتكلم على الفرق ما بين مباراة السوبر ومباراة نهائي الكاس، حاجات سريعة يعني عشان تعرفكم المدربين بيفكروا ازاي. طبعا ما ننساش برضو بصراحة ان بيراميدز كان عنده مشكلة، الفريق لسه راجع من جنوب افريقيا، رحلة طيران صعبة جدا محمد، طبعا نتكلم 10 ساعات طيران، حاجة صعبة جدا، جوم يوم 3 الصبح 3 بالليل بيتبلغوا روح يا ابني روح، عندك طياره بكره، حضر شنطتك، عندك طياره ايه، عندك سفر عشان تلعب يوم الجمعه قدام مين؟ قدام الاهلي اللي في افضل 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 حاله فنيه وبدنيه ومعنويه له في الموسم ده. لو تفتكر الفرق، يعني تخيل كده برضه نعمل فلاش باك، اهلي بعد مباراه الهلال واهلي سان داونز والنادي الاهلي دلوقتي في الوقت الحالي، يعني فرق شاسع ما بين النسختين. واكيد طبعا بصراحه يعني كناس شغالين في المجال الرياضي، اكيد نادي بيراميدز بصراحه ما كانش مطالب واللعيبه مش مطالبه بانها تكسب. كل ما انا لو رئيس نادي او مدير فني استحاله اطلب من اللعيبه ان هي تحقق انت، بس احنا يا جماعه بننقذ موقف بتاع، لكن الامانه كان ممكن دي تمشي كده كويس لغايه لما باتشيكو ضرب التصريح. ايه رايك في التصريح؟ تصريح غريب مش في محله، وبعدين باتشيكو خسر من الاهلي 3 نهائيات في ظرف سنتين ثلاثه، يعني ومش لا حلو انت لعبتش وحشه وانت اتظلمت في ايه يعني؟ انا اسف يعني ايه الظلم حتى يعني؟ طبعا اكيد كلكم بتفرجوا علينا سمعوا التصريح بتاع باتشيكو اللي هو قال فيه اصلا انا دلوقتي فهمت ليه السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق قال مش عارف ايه، بيلمح يعني ان الزمالك ما راحش لان الاهلي كان الاهلي دايما بيبقى عنده محاباه تحكيميه، وراح قايل لك مش عارف في الاخر بوجه التحكيم. يا جماعه يعني انا هتسالني انا وجهه نظري، باتشيكو بيامن مستقبله اذا تمت اقالته بكل امان. انا نفس المدرسه البرتغاليه، انا فهمتها كده وكلنا عارفين مدربين برتغاليين دايما بيحبوا جدا يلعبوا بالكروت دي. لو انت سالتني عن وجهه نظري الشخصيه، انت لعبت مباراه حلوه، مباراه كويسه، ركله الجزاء صحيح، هو ركله الجزاء فيها مشكله، ركله الجزاء صحيحه 100%، ده في واحده ثانيه يعني بتاعت حسين الشحات يعني نفسها. طب بيراميدز اتظلم في ايه؟ انا مش عارف يعني ايه الموقف اللي بيراميدز اتظلم فيه تحكيميا في المباراه. حتى الشيبي برده المباراه حلوه ومباراه ماشيه كويس، عمل تصرف ولا اسوء. ده الشيبي المفروض يطرد ولا اسوء ان انت تعمل التصرف ده. يا سيدي حتى هقول لك الكوره طلعت بره ما ترجعهاش، الاهلي طلع الكوره عشان خاطر اللاعب بتاعه واقع في نص ملعبه. واللي واقع مين؟ عبد المنعم من ضربه من فخر الدين بن يوسف. ماشي، بص يا محمد ايا كان مش الكوره طلعت بره،
مثلا محمد عبد المنعم سيبه يتعالج تمام، خد الكرة والعب، خد الكرة واعمل هجمة ما ترجعهاش، هنقبلها يا سيدي خلاص انت حر مش أزمة. لكن اللي حصل ده انك تستغل لاعب واقع وتاخد الكرة وتعمل بقى الشويتين دول يعني، وكمان ماتش خارج مصر يعني لازم برضه نبقى الحتة دي خلي بالك في وجهة نظري الإدارات أولا ثم مدير الكرة والأجهزة الإدارية داخل الفريق لازم ينبهوا على اللعيبة يا جماعة احنا بنلعب ماتش، طبعا ماتش تنافسي ما بيننا وبعض وكل حاجه، بس احنا بنلعب فين؟ لا بس ده مغربي ومدرب برتغالي مش دماغه الكلام ده. لا يعني اقول لك على حاجه، باتشيكو اصلا التصريح بتاعه بيسيء لاداره نادي قبل ما يكون طبعاً بيسيء لحد تاني. اكيد طبعا متفق معاك، متفق معاك جدا جدا جدا، اصلا هو المفروض يعني يعاقب من اداره نادي. عايز اقول لهم اداره نادي تاني هي اللي فكرت احسن منكم، او عايز يقول كان يا ريت تعتذروا زي ما التانيين اعتذروا، وافقتوا ليه وهو وافق ليه يلعب لا هو في الاخر يقول لك انا موظف اتأمرت من مجلس اداره ان انا اروح العب، فاروح العب ان انا محترف. بس هي فكره ان التصريح بتاعه مسيء لاداره نادي، ان انت بتقول لهم انتوا ما بتعرفوش تفكروا ما بتعرفوش تخططوا، وهو لازم يعرف حاجه الموضوع اكبر منك، ما هو فعلا الموضوع اكبر منك، انت مالكش دعوه ما تتدخلش فيه، ومش محتاج انك تقول التصريح ده وتصير بلبله. يعني اصلا العلاقات ما بين الاهلي وبيراميدز الفتره الاخيره بقت كويسه جدا، والناس بتتكلم مع بعض كويس وفي تهنئه حصلت الدنيا حلوه. طيب ليه انت تعمل كده؟ ليه انت وانا اسف انت مش حر نفسك يعني، انت برضو انت لا في اوروبا مش هتطلع تصريحات، لا وانت مش حر نفسك، انت مش حر نفسك ما تقول يعني ايه، مش اللي هيجي على بالك هتقوله، انت برضو في الاخر انت موظف، فانت المفروض زي ما انت كنت موظف انك نفذت قرار اداره ناديك في انك تسافر وتلعب، لان عايز اقول حاجه بكل امان هو اصلا بيراميدز الماتش ضغط عليه بدني مش مستعد له، يعني الاهلي مستعد بيراميدز ما فيش استعداد عنده، بس هو لعب ماتش ليه انقاذ الموقف وقدرتهم يشكروا على هذا الامر، هم لعبوا الماتش وبرضه يكون فكر في بطوله. نعم فكر في بطوله بخلاف يا محمد، بس عم بتكلم امتى؟ 48 ساعه، تعرف ده معناه ايه؟ ده معناه ان الناس دي جت من جوه فاكر متى الصبح، سافروا الاربع الصبح اتمرنوا الاربع بالليل اتمرن خميس بالليل لعب جمعه، ما برضه ضغط بصراحه بكل امان، بس الاداره هي تشكر. انت بقى ما تحاولش انت لو كنت من الذكاء انك تقول ايه، انا بصوا يا جماعه احنا يعني طبعا مش مستعدين للمباراه، معايا لعيبه كبيره كل حاجه، بس احنا تعبانين، ما انت يعني انا اسف هجيب استامنا منين؟ ما شوف هل يا محمد اللياقه البدنيه بيراميدز في ماتش السوبر زي بيراميدز ماتش الكاس؟ لا خالص مختلفه تماما. فاكر 120 دقيقه ده حسين الشحات مطلع الكوره من على خط المرمى والشناوي طلع كوره مع بيراميدز، بيراميدز في الشوط الثاني الاضافي وان سايد جيم ليه، وان سايد جيم وفي كورتين وان سايد جيم، لكن هنا هو انت الهدف اتدخل فيك برضه في الشوط الاول الاضافي زي جون بتاع حمدي فتحي، بس بعد هدف علي معلول في فرص لبيراميدز؟ لا مفيش. ليه؟ الفريق نفسه مش قادر يقف، اللعيبه تعبانه. فانا اعتقد كان من الذكاء ان باتشيكو ما يدخلش، بس عاد بقى في ايه؟ في غمره الحماس والمشاكل اللي حصلت، قال لك بقى ايه؟ هو قال لك ايه، احنا في مصر لما يبقى الاهلي كسبان اضرب كرسي في الكلوب. أيوه. حاول تطلع ترند. خلاص الخريطه اتحفظت، حتى اللعيب الاجنبي اللي بيجي من بره بقى حافظها. واحنا بصراحه عايزين يا جماعه مره بس نفكر، هو احنا مش عندنا اولاد صغيرين محمد بيتفرجوا علينا؟ مش عندنا شباب صغير وعندنا شيئين بجد والله، احنا بنعلمهم ايه بجد والله؟ للاسف انا 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 احب اقول لاي واحد بيمارس رياضه والله بجد، طالما قررت تمارس رياضه ما تتكلمش كتير، الرياضه على فكره ما تتكلمش كتير على فكره، يعني الكلام اصلا ما يمشيش مع الرياضه، اللي يتكلم ده المدرب رئيس النادي، انت عايز النهارده تعود لولاد الصغيرين وتقول لهم مثل كويسه، اتعب اجتهد صلح من اخطائك، صلح من 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 من, من ايه من نقط ضعف اللي عندك، هو ده اللي احنا عايزين نقوله للعيب عشان نعمل ناشئين كويسين، طلع لعيبه حلوه عقليات كويسه، انما احنا النهارده كل الناس بقى اهمها قصف الجبهات. يلا نكسف الجبهات بالظبط، نعمل اي حاجه نعمل بقى يا عم، قصف الجبهات ده بتاع احنا في الاعلام ده شغلنا، دي انا اسف دي شغلتنا احنا، ده شغلنا دي الشغلانه بتاعتنا احنا، احنا نتكلم نكتب ده شغلنا احنا، احنا يعني اسف يعني احنا مش ولا هنلبس شورت ولا هنلبس فانيلا ولا شوز رياضي عشان ننزل نجري معاكم، فكل واحد يعمل الدور الموكل له. طيب بس اروح معاك لتصريحات هاني سعيد برده، هاني سعيد برده اتكلم عن التحكيم قليل. ورغم ان هاني سعيد قال الحكم ظلمنا، قال الحكم تغاضى عن قرارات عكسيه المفروض ضد الاهلي، قال الفار ما كانش موجود،
ويمكن لاول مره هاني سعيد يتكلم على محمود البنا بالشكل ده ويقول ان هو ما كانش على قدر المباراه، رغم ان هاني سعيد هو هاني سعيد اللي اشاد قبل كده باختيار محمود البنا في السيمي فاينال كاس مصر ما بين الزمالك وبيراميدز، وقال لك احنا وافقنا ان ما نجيبش حكام اجانب لما عرفنا ان البنا هو اللي هيدير المباراه، رغم المفروض ما كانش يعرف مين اللي هيدير. انا اشك ان هو فاكر هو قال ايه، يعني هاني سعيد برضو من تصريحاته عكسها من الناس اللي بتحب برضو تثير الجدل ومن الناس اللي بتحب تمشي عكس التيار، وهو خلاص هو حب خلاص في فريم اترسم عليه هو حب وشايف ان هو بيحقق له المشاهده في الاخر. تاني بقول لك يا محمد والله نفس الاتجاه، لو انت بصيت على الموسم ده بكل امانه والله انا حتى كتبتها بكل، لو بصيت على الموسم ده هتلاقي اقل منظومه في اللي شغالين فيها، مش بتكلم على الجمهور اللي هم المنظومه نفسها من جواها، اقل منظومه اتكلمت كتير اتكلمت منظومه الاهلي حتى في وقت خسارتها. يعني الاهلي خسران من الهلال السوداني مباراه كانت يعني عصيبه جدا، بعديها خسر بالخمسه قلل الكلام من صن داونز ما اتكلموش، فضلوا يشتغلوا ويصححوا الاخطاء، ربنا سبحانه وتعالى وفقك. هو انا اسف يعني اسف بجد والله يا جماعه، هو النجاح ده من البشر بس هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيساعدش؟ لا اكيد يوفقك لو انت بتشتغل. ربنا سبحانه وتعالى ما بيدخلش، لازم عنصر التوفيق بالعقل يعني. يعني اللي شايف مثلا بجد والله بجد خلونا هقول له حاجه، احنا يا جماعه لكم تتخيلوا مثلا احنا بنحب السيتي مثلا ما بنشجعش الاهلي، انت بتشجع السيتي بس لما هبص على الموسم ده هبص على الموسم على السيناريو الموسم هقول الله ايه ده الناس دي كويسه بجد والله، موسم بادئ في قمه الفشل، بتكلم كناس في يعني ايه شغاله مش بتكلم كنظر الجمهور تفرق، انا بكلمك كواحد احنا مسؤول. واحد احنا مع بعض في نفس المجال، فاقول ايه ده الله ده الناس دي بدات الموسم سيء جدا جدا جدا، وقفوا ما وقعوش سبتوا هديوا عالجوا اخطائهم جابوا الراجل والراجل بدا يحسن، واحنا اتكلمنا خلي بالك حتى على اخطاء كولر في بدايه الموسم كان مدير فني جريء بزياده على اللزوم صحيح، التشكيل ما فيهوش ثبات، مركز المهاجم الصريح ده كان اي حد انا اسف يعني اي حد معدي ممكن يخش يلعب مهاجم صريح في النادي الاهلي، ما فيش ثبات في اي شيء من اول مباراه القطن في الكاميرا في جروه حصل الشيفتنج التحول وبدانا نشوف اداء الاهلي في ثبات خلاص، كهربا حسين الشحات بيرسي تاو والدفاع عبد المنعم ياسر ابراهيم أو متولي ومحمد هاني وعلي معلول، وخط الوسط برده ما بين الثلاث ديانج وعمرو السلاوي وحمدي فتحي ومروان عطيه، بدات تخش تشوف فيه فريم للفريق، فضل مكمل لكده النهارده بيجني هذا ثمار بقى هذه القرارات، اول الدوري بفجوه عن اقرب فريق ولسه هو فيوتشر متعادل، فاز بثلاث بطولات خلاص دخلوا الخزنه بتاعته، بينافس على دوري ابطال افريقيا ووصل للسيمي فاينال في بطوله هو كان كان مرشح في ثانيه واحده يخرج لو اطهر الطاهر احرز ركله الجزاء قدام صن داونز، ايه تاني باقي له في الموسم؟ كاس مصر الجديد لسه القرعه معموله، فبيتكلم نجاح محمد تقريبا 100%، فانا اعتقد دي تجربه المفروض نقول انها تجربه ناجحه، مش نقعد نقول اصل والله مين ساعدك، طول ما على فكره كل ما هتفضل تتكلم بلسان ده هيفضل هذه اللغه خادعه ليك وتبدا تبعدك انك تشتغل، عمرك ما هتشتغل طول ما انت بتطلع مبررات لان غيرك كسب بطريقه مش ناجحه. طيب ده مباراه بيراميدز بجميع جوانبها، الاهلي فاز احرز اللقب وفي توقيت مهم راجع من المغرب كسب السوبر هيطلع منه على تونس مواجهه الترجي مع القرارات الاخيره للاتحاد الافريقي. طبعا اكيد اكيد احنا كنا لو تفتكر في الحلقه السابقه قلنا ومحمد اكد ان بنسبه كبيره مباراه الذهاب في تونس هتكون بدون حضور جماهيري نظرا اللي احنا شفناه في ماتش الترجي وشبت القبائل للدرجه اللي وصلت اللي احنا شفنا منشار كهربائي مع الجماهير داخل الملعب في مشهد مؤسف طبعا. اكيد خلاص انا اعتقد كمان الترجي خلي بالك والله محمد الترجي يعني نفد في وجهه نظري نفد من امكانيه عدم اعتماد نتيجه الماتش، كان ممكن الشيبه يقول لك احنا جبرنا على تكملة المباراة لأن كان صعب المراقب يلغيها في وسط الأحداث اللي حصلت، وبعد الماتش ما يخلص نبدأ بقى إيه نمشي في الطريق زي ما زيمبابوي زمان فاكر مشيت مع منتخب مصر. أنا بشوف طبعا المباراة أكيد مباراة يعني قرار جيد جدا للنادي الأهلي، تلعب في رادس مفيش معنويات من جمهور الترجي لفرقتهم، مفيش ضغط جماهيري عليك، غياب حمد الهوني
صانع لعب الفريق الاول بسبب الاصابه وممكن كمان تمتد يقال يعني لماتش العوده ان هو غايب شهر من بدايه يعني اعتقد من نهايه ابريل يعني اعتقد نسبه لحاقه بماتش الاياب صعبه قوي قوي يعني. فانت بتتكلم الترجي بيعاني معاناه شديده جدا 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 في الدوري التونسي واخرها طبعا الهزيمه من نادي الصفاقسي بقياده الكابتن حسام البدري في مباراه ممكن تنتهي بالنتيجه قياسيه للصفاقسي في ظل الفرص اللي احنا شفناها. فانا اعتقد ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يوم الجمعه الجايه قادر ان هو يرجع بنتيجه ايجابيه من الرادس. هو يا جماعه عشان الناس تبقى واخده بالها، على فكره الترجي التونسي خد 4 مباريات بدون جمهور، منهم مبارتين السيمي فاينال ولا قدر الله وصل فاينال، خرج من الاهلي. المباراه الثانيه دي هتبقى اول مباراه في الموسم الجديد، صحيح، دول بدون جمهور. طيب لو اتكررت الاحداث دي السنه الجايه يستبعد من المسابقات الافريقيه، ولما يرجع اول مباراتين كمان هيلعبوا بدون جمهور، وغرامه يا كريم لاول مره لجنه الانضباط تدي اقصى شيء في اللائحه $300,000. فعقوبات شديده. ما انا انت خلي بالك انت برده كنت قلت لي واحنا بندردش بره الهوا الترجي في السنوات الاخيره الاحداث كتير قوي يعني 4-5 مرات عقوبات يعني عقوبات من 2019 من كام؟ من 2019 4 سنين. تخيل في خلال اربع سنين جمهور الترجي عاقب ناديه 5 مرات، ايه يا جماعه ده؟ تعرف ان ملعب لو كان في ملعب تاني بديل في تونس معتمد زي ملعب رادس ما كانتش المباراه دي اتلعب في رادس. كان زي الرجاء كده. زي الرجاء. لو تاخدوا بالكم الرجاء اتعاقب على فكره بسبب احداث مباراه الاهلي اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت والناس ما كانتش فاهمه ايه الموضوع، وانت شفت فيديوهات يا كريم. الرجاء خد اول مباراتين ليه لما يرجع يلعب في افريقيا من تاني، سواء بقى السنه الجايه او اللي بعدها، هيلعب اول مباراتين خارج مركب محمد الخامس، وكانت المفاجاه بعد الاحداث دي يا كريم، وده خبر اول مره تسمعوه. الاتحاد الافريقي بعت للوداد الرياضي المغربي قال له ابعت لي قول لي الخطه الامنيه اللي هتعملها قبل مباراتك مع سان داونز. اوكي. طالما هتلعب على مركب محمد الخامس، ايه هي الخطه الامنيه عشان ما تتكررش نفس الاحداث بتاعت الرجاء اللي حصل في ماتش الرجاء والاهلي؟ صراحه الكاف بكل امانه خلونا يعني احتمال ساعات بننتقد الكاف، بس الكاف فعلا في موضوع العقوبات وموضوع الخروج عن النص واحد ما بيتاخرش. مفيش حاجه اسمها تاخير في مواعيد الاجتماعات. بالظبط. الملف يتاخد وتقرير الحكم والمراقب يجي، عقوبات فعلا زي ما اللائحه بتقول، ما تخليش اي واحد متابع يعني جماهير الترجي نفسها بكل امانه طبيعي هيطلع يقول لك احنا ايه اتظلمنا، فهم في واحد بيروح اتظلم في واحد تاني بيقول له قبل اتظلمنا ايه؟ ده احنا اعترفوا اتظلمنا ايه؟ اقعد ساكت، ده احنا اللي عملنا كده في نفسنا. ده تخيل 4 سنين 5 احداث شغب، 5 ليه؟ يعني بمعدل اكثر من مره في السنه، ليه يعني؟ ليه؟ مش فاهم. لك ان تتخيل الجمهور بيساعد طبعا، لكن عمرك ما كسف فريقك باحداثك زي دي. انت دايما بتضره، انت بتضر ده. ساعات حتى الجمهور نفسه بيضرب بعضه، يعني شفنا الاحداث برده ساعات الجماهير الترجي الجروبات نفسها، جروبات التشجيع، جروبات الالترا والحاجات دي بيتخانقوا مع بعض في مباراه واحده. فهي الفكره لا، لازم انت تبقى دايما تساند ناديك. لو انت حاسس ان وجودك هيضر انا اسف ما تروحش. وده اللي خلى لجنه الانضباط المره دي قالت لك ايه، انا مش محتاجك تجتمع تاني لو حصلت حاجه. لا لو حصلت انت اوت، صح، بره البطوله. في مفاجاه بقى دي احداث مباراه الترجي والشبيبه واحداث مباراه الرجاء والاهلي، وانا بشوف القرارات امبارح مع العضو بارز في لجنه الانضباط فاجئني. الاسبوع اللي جاي او على نهايه هذا الاسبوع، احنا بدانا في بدايه الاسبوع، نهايه هذا الاسبوع هيكون في جلسه تخص مباراه الاهلي والهلال السوداني. لجنه الانضباط عايزه تقفل الملف ده وتقفل كل ملفات المسابقات الافريقيه قبل ما تبدا مباريات السيمي فاينال. فكانت المفاجاه بالنسبه لي، انا بشوف نتائج التحقيقات والقرارات الخاصه بالمباريات قالوا لي ان الاسبوع ده نهايته، يعني اعتقد يعني في نهايته على 4-5 جمعه يعني هيكون في اجتماع متعلق بمباراه الاهلي والهلال السوداني عشان يتم حسم هذا الاياب، مباراه الاياب اللي اتلعبت وانتهت بفوز الاهلي 3-0. كلنا عارفين الهلال اشتكى اشتكى للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وكمان الاهلي اشتكى للاتحاد الافريقي. هيتم دمج الشكوتين وهتنظر في جلسه نهايه هذا الاسبوع. يمكن الخبر ده خاص وحصري محدش يعرفه وما اتكتبش في اي حته، ده من خلال يلا كوره جي ال سي، عشان نهايه هذا الاسبوع هنعرف ايه اللي حصل بالظبط عشان كل ملفات تتقفل قبل مباراه السيمي فاينال. ان شاء الله اتمنى طبعا الامور تمشي كويسه، واهم حاجه طبعا الاكيد بقى ان الفريق يركز في مباراه يوم الجمعه باذن الله، لان ضروري جدا جدا محمد العوده باذن الله بنتيجه ايجابيه من رادس عشان ان شاء الله ان شاء الله حسم التاهل في مباراه الجمعه التاليه يوم 19 مايو. كريم انا بشكرك
ونروح بقى لفقره السبوره. فقره السبوره فيها تفاصيل فنيه كتيره جدا. احنا الفقره دي كانت فقره الحوارات والكلام والاخبار، لكن فقره السبوره فيها كلام فني مهم جدا. يلا بينا. ودلوقتي معادنا مع فقرة السبورة، لأن النهاردة التكتيك الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر كان فيها تفاصيل كتيرة فنية، سواء من خلال باتشيكو أو حتى مارسيل كولر. كريم، محضر إيه النهاردة في السبورة؟ طب عايزين محمد نشرح للسادة المشاهدين الفرق اللي اتفرج على ماتش الأهلي وبيراميدز في نهائي الكاس عن اللي شافوه في ماتش نهائي السوبر. وده ما احنا بنقول يعني باتشيكو قدام النادي الأهلي منذ نهائي القرن لما كان مدير فني نادي الزمالك، هو احنا قلنا فاكره خسر الفاينل الثالث، كل مره بيقدم حاجه جديده. لو تفتكر احنا في ماتش الكاس توقعنا بشكل كويس ان هو هيلعب زون ديفنس وهيعالج، لو تفتكر لما فتح الجيم شويه في بدايه ماتش نهائي القرن والنادي الاهلي قدر يستغل الحته دي وقدر يتقدم، وبعد كده الزمالك اتعادل والشوط الثاني برضه حاول يخاطر في نهايه المباراه، بس هو برضه كان عنده اصابه بتاع كاسونج وكاسونج نزل كوينج، كان عنده مشاكل ساعتها كتيره. جه في ماتش الكاس قدام النادي الاهلي لعب ب 4-3-3 واستخدم ابراهيم عادل كمهاجم وهمي لو تفتكر في ماتش نهائي الكاس. وفعلا نادي بيراميدز في نهائي الكاس كان هو الاقرب لما كان احرز الهدف في الدقيقه 72 لولا سرعه هدف التعادل لكهرباء. برضه نفس الامر على مارسيل كولر. مارسيل كولر في ماتش نهائي الكاس لعب بطريقه اقرب الى 4-3-3 وما لعبش ببلاي ميكر. يا سبحان الله الاثنين جم اتفقوا كانهم اتفقوا مع بعض، المره دي هنرجع نلعب بصناع لعب صرحاء. باتشيكو تخلى عن ال 4-3-3 ومارسيل كولر تخلى عن ال 4-3-3، ده نزل رمضان صبحي بلاي ميكر في مركز جديد جدا في غياب عبد الله السعيد، وابراهيم عادل اللي احنا متعودين عليه بيلعب مهاجم وهمي حطه على الجبهه اليسرى واستخدم فخري لاكاي مهاجم جنوب افريقيا كمهاجم صريح. على الناحيه الاخرى مارسيل كولر افاجئنا كلنا بانه اشرك اللاعب المبتعد منذ فتره احمد القندوسي لاعبه بلاي ميكر، وبدل ما يستخدم كهربا صاحب الازمه الكبيره بتاعه المباراه لاعب محمد شريف، وبدأنا نشوف ان المباراه واخده نزعه هجوميه منذ البدايه على عكس ماتش نهائي الكاس. الماتش كان متقفل مفيش فرص، لكن هنا لا، لقينا في مساحات. ليه؟ لان خناقه نص الملعب بقت ما بين اربع لعيبه، في اتنين هنا و يعني هنستثنى ده وهنستثنى ده وهنستثنى ده ونستثنى ده ونستثنى ده، الاربعه دول هم مطالبين بغلق المساحات في نص الملعب، وبالتالي ده صعب ماتش زي ده. وبالتالي شفنا النادي الاهلي كان في وجهه نظري بدايه كانت بدايه كويسه، النادي الاهلي قدر ان هو يخترق صفوف بيراميدز ويقدر ان هو يعني يكون عنده هجمات، وكان واحد كمان بيراميدز متاثر بدنيا من رحله جنوب افريقيا. جنوب افريقيا مش ده الفريق بدني اللي كان بيلعبك في الكاس، لا، لكن الاهلي ما استغلش ده. ودايما نقول الماتشات زي دي بتحتاج هدف مبكر، لان فريق زي بيراميدز لو دخل فيه هدف مبكر خلاص هيبدا كل ده يطلع لقدام ويعمل مساحات. بالظبط. سريعا انا عايز اوصل للحته اللي عايز اتكلم عليها، ان التاثر البدني وكمان غياب اسامه جلال، انك تلعب بثنائيه احمد سامي وعلي جبر وان هم يلعبوا 120 دقيقه ده امر مستحيل. وعشان كده شفنا الكوره اللي كان ما بين احمد سامي وكهربا، ازاي كهربا قدر يحطه بظهره، واحمد سامي طبعا بطيء، لعيب بطيء للغايه للغايه جدا 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 جدا، كان مجبر ان هو يعمل العرقله اللي شفناها واللي اتحسب منها ركله الجزاء، واللي اعتقد كانت ممكن تتكرر تاني في لعبه مشابهه لحسين الشحات مع علي جبر، ان خلاص علي جبر واحمد سامي في الدقائق الاخيره من المباراه بيفقدوا كل لياقتهم البدنيه بجانب هم اصلا مدافعين بطاء. ما عشان كده حتى الاثنين ما بيلعبوش مع بعض بشكل مستمر، دايما اسامه جلال مع علي جبر. بالظبط. وعشان كده طبعا النادي الاهلي او الكهرباء استغل الحته دي اللي ما كانش قادر يستغلها محمد شريف، لان محمد شريف برده في طبع لعبه احيانا بتشوف ان هو بيحب يتطرف، يعني محمد شريف برده عشان يهرب من الرقابه بيحاول ان هو يروح على اليمين يروح على الشمال، فساعات بتفقده واحده من اهم نقاط قوته وهي سرعته. محمد شريف لعيب سريع لما بيركض بالكوره. فانا اعتقد النادي الاهلي يعني الحته اللي لعب عليها دي جابت، بس جابت متاخر شويه. نادي بيراميدز الحاجه وهي كان بيلعب عليها واضحه جدا جدا جدا، الكرات الثابته والركنيات واضحه قوي، اللعيبه فعلا ما عندهمش قدره
مفيش قدره على الاختراق. شفنا صناعه فرصه خالص مش قادرين وخايب برضه فعلا. انا بصراحه مش قادر الومهم. بس على فكره حتى في نهايه الكاس انا فاكر في جمله لعلي معلول قالها. نعم. لو تتذكر في قبل اكسترا تايم لما اتكلم على فكره ايه يا جماعه، بيراميدز دايما بيركز على الكرات الثابته، الكرات العرضيه، ضربات ركنيه، ما عندوش غيرها. صحيح صحيح. وكمان وخلي بالك ده حتى والفريق في كام لياقته البدنيه بيعتمد عليها بنسبه 60%. ما بالك والفريق فعلا خلاص يعني رحله جنوب افريقيا، هم رجعوا جالهم تليفون فجاه يلا هوب انت مسافر الامارات عندك ماتش مع الاهلي، فالموضوع فعلا صعب. ما تقدرش بصراحه تلومهم كرياضيين وكلاعيبه كوره، صعب جدا الموضوع مش سهل. فبالتالي انا بشوف ان هم حاولوا يعني يهاجموا مرمى النادي الاهلي ولكن عن طريق نفس الاسلوب المعتاد، الضربات الثابته والضربات الركنيه. بس محمد الشناوي زي ما قلنا في الفقره الاولى وصل لمستوى في الفتره الاخيره مستوى مميز جدا جدا جدا. كل الاخطاء اللي كانت بتسعى بكده بيتفاداها. توقيته في اختيار توقيت الخروج من المرمى في الكرات العرضيه بقى ممتاز. واعتقد محمد الاهلي فعلا استحق الفوز بمباراه السوبر. مين كان نجم الاهلي ومين كان نجم بيراميدز؟ انا في وجهه نظري هقول الاهلي كان علي معلول، ونجم نادي بيراميدز في وجهه نظري بصراحه بعد ما نزل ممكن اشوف بلاتوري بصراحه لعيب ممتاز جدا. يعني هو حتى لو لعب عرفت مش اساسي ولعب حبه صغيرين في الملعب، هو بيبان، هو لمسته هو مميز جدا في مركزه، عامل زي مروان عطيه على فكره. لا هو وديانج عنده كمان قوه ديانج. عنده قوه ديانج بصراحه يعني. لعيب مميز جدا جدا، واحد من افضل لعيبه نادي بيراميدز بصراحه في الفتره الاخيره. وشفناه حتى لما كان لعب مباراه الفاينل الكاس بشكل كامل، وشفناه لما نزل كبديل في مباراه السوبر. المباراه دي تعتبر من اهم مباريات كولر على المستوى الفني في التشكيل والتغييرات والتكتيك. اعتقد لا مش هقدر اقول كده، ان هو واضح جدا ان عقله مع الطرف واضحه قوي. واحنا اكيد علينا برضو مع الطرف. كريم انا بشكرك. ميرسي يا محمد، شكرا وكل التوفيق، وان شاء الله باذن الله مع الطرف يكون في بدايه موفقه ان شاء الله باذن الله. ده كان كلام مهم جدا على مباراه السوبر والفوز على بيراميدز وكل جوانب المباراه. ان شاء الله انتظرونا مع مباراه الترجي ذهاب نصف النهائي، وخلاص خطوات قليله جدا على تحقيق الاميره السمراء. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.